يقول حتى من المسلم فيتفق مع الشيعة. بقية أئمة المذاهب على ما ببالي يشترطون في أن يكون الشخص الذي تتقيه لابد أن لا يكون مسلما. وفي القرآن وردت آية قرآنية صريحة ورد فيها ذكر التقية: إلا أن تتقوا لا تتقوا منهم تقات. أنا جديد بالتشيع عمري 15 سنة. ماذا عزيزي؟ نفس الكتب اللي شرت لها تقدر تقرأها. شنو رأيك بكتاب القمي، تفسير القمي في التفسير؟ عزيزي كتاب تفسير القمي غير ثابت، ليس ثابتا، فيه كلام بين العلماء، والرأي المحقق أنه ليس ثابتا، فيه تبديل وتغيير. كتاب لتهذيب النفس، عزيزي اقرأ كتاب من هدي النبي والعترة في آداب النفس وتهذيب من في يعني في تهذيب النفس وآداب العشرة للدكتور الشيخ أحمد كاظم البهادلي، أو كتاب سيماء الصالحين، تناتهم نفس الكلام. المقصود بالبحث الخارج عزيزي هو آخر مرحلة دراسة في الحوزة العلمية اللي بعدها الإنسان يصير مجتهد. بعد هذه المرحلة يصير الإنسان مجتهد.